تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. تابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالنور والسرور والعافية. دائما نصبح عليكم بروح التفاؤل والطاقة الإيجابية. نرحب بكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة إذاعة نور دبي. رحب بفريق العمل في الإعداد عندنا الأستاذ يوسف السعد، وفي التنسيق والمتابعة الأستاذ أحمد سلامة، ومخرجنا المبدع دائما الأستاذ نمر محمد، ومعاكم في التقديم محدثتكم دكتورة هند العوضي، ويشاركني في التقديم اليوم زميلتي آمنة العلي. صباح الخير. صباح الخير دكتورة. مستمعين الأعزاء، من خلال برنامج صحة وسعادة أذكركم بتواصلكم معنا وأيضا لملاحظاتكم على الأرقام التالية 600551414، وللرسائل النصية القصيرة 4006. وطبعا قبل ما نبدأ حلقتنا مستمعينا، حاب أذكركم بأهم ثلاث طرق لحمايتنا من فيروس كورونا، اللي هي أن لازم إحنا نحرص دائما على ترك مسافة كافية بيننا وبين الآخرين لا تقل عن مترين، نحافظ على لبس كماماتنا بطريقة صحيحة طوال الوقت، إلى جانب نغسل أيدينا باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية. حلقتنا اليوم جدا متنوعة آمنة ومليئة بالمواضيع الشيقة والقيمة، معظمها راح تكون عن الأمراض التنفسية والإنفلونزا الموسمية. في هاي الحلقة راح نتناول آخر الأخبار الصحية والعلمية اللي تهم جميع أفراد المجتمع، وأبرز المواضيع اللي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي طبعا مع زميلتنا أسماء الجناحي. حلقتنا راح تكون عن خدمات الهيئة اللي هي غالبا تكون عن أمراض التنفسية، فوائد الأعشاب في فقرة التغذية، وفي ختام حلقتنا راح نتكلم عن كبار السن والأمراض التنفسية وبالأخص الإنفلونزا الموسمية. أعزائي المتابعين، راح نتابع الحين تستلم معنا زميلتنا آمنة آخر الأخبار الصحية. نعم، اليوم عندنا خبر دكتورة هند يقول الفلافانول يخفض ضغط الدم. فشو هو الفلافانول؟ هي مجموعة فرعية من مركبات، واللي توجد في الأطعمة مثل الشاي الأخضر أو الأسود، والفاكهة مثل التفاح والكمثرى والتوت. وأظهرت دراسة جديدة تقول أن الأشخاص اللي يتبعون نظام غذائي غني بالأطعمة التي تحتوي على الفلافانول مثل التوت مثل ما ذكرنا والشاي والتفاح يميلون أن يكون لديهم ضغط دم منخفض. طبعا الفلافانول ايضا معروف انه هو مضاد للاكسده ايضا امنه. نعم. فالفوائد فيها عديده وكثيره. نعم دكتوره عيال، خبرنا ثاني اليوم عندك بعد بخصوص الغضروف الصناعي. طبعا فريق من الباحثين قدروا ينتجون غضروف صناعي، وهو يعتبر الأول من نوعه، من خلال الجمع بين المجالات المغناطيسية والهيدروجين، واستخدموا طريقة تعتبر غير جراحية. ممكن أن تؤدي هذه الطريقة إلى ثورة في الطب التجديدي. علماء من جامعة برلمان للطب في جامعة بنسلفانيا ابتكروا طريقة جدا جديدة لإعادة بناء أنسجة الجسم المعقدة، التي ممكن أن تقلل إلى حد كبير من أوقات الشفاء من الإصابات الشائعة. احنا كلنا نعرف ان اي اصابة، وخصوصا اذا كانت في الغضاريف والعظام، هذه ممكن تؤدي الى اشهر من العلاج والشفاء. فهذه طريقة ممكن ان تقلل من هاي الاوقات، وايضا ان هذه بعد وايد بتكون مهمة ان تعالج تنكس الغضاريف في المفاصل الجدا حرجة في جميع انحاء الجسم امنة. بهاي الطريقة نقدر احنا نعيد ترتيب الخلايا والاشياء الاخرى المشاركة، وهذه طبعا بتسوي طفرة في الطب التجديدي. وندخل في فقرة السوشيال ميديا مع زميلتنا أسماء الجناحي. صباح الخير أسماء الجناحي. صبحكم الله بالنور دكتورة هند واختي آمنة، وعليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. تخبرينا أسماء، شو هي آخر المناقشات والأخبار على السوشيال ميديا؟ خلال قناة التواصل الاجتماعي من النشاط اللي نحن حطيناها، وأهمها أن هيئة الصحة مستمرة في تنفيذ حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية
في مجموعة أو في أكثر من 20 مؤسسة حكومية في مقار عملهم. بدأت هيئة الصحة هذا الموضوع من بداية حملة الإنفلونزا أو بداية الموسم، وهي مستمرة حتى يعني الآن وبعد مكملين. أيضا من ضمن الأشياء اللي إحنا قاعدين حتى نحط نصائح يومية للأشخاص للحفاظ على صحتهم وسلامتهم والإجراءات الوقائية اللي لازم يسوونها، فنتمنى من جميع المتابعة. أيضا نأكد على أن ممكن الأشخاص يأخذون تطعيم الإنفلونزا، مواعيد تطعيم الإنفلونزا وفحص كوفيد من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي. أغلب الخدمات موجودة هناك، مواعيد كوفيد، مواعيد الإنفلونزا، طبيب لكل مواطن، وأيضا العيادات الخارجية كلها موجودة من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي. فنتمنى من الجميع أن يحمله. نحن أيضا مستمرين في التوعية للأطفال في المدارس، ونصيحتنا كانت لليوم أن على الأطفال الحرص على عدم تبادل أغراضهم الشخصية مع غيرهم، وننصح أولياء الأمور أن دائما لما نكلم الأطفال نخبرهم ليش لازم هم يتبادلون أشياء مع غيرهم، شو الأشياء المهمة وأكثر يعرفونهم عن الفيروس. صح بنقول الفيروس من زمان موجود، لكن الحلو أن نحن دائما نذكر أطفالنا لكن بطريقة أنهم يستوعبونها بدون ما يخافون. أيضا نحن نتمنى من الجميع يعني المشاركة في تحدي دبي لياقة، هذا الشهر المفعم بالحيوية والنشاط، وما يسوء أن يحملون التطبيق والكل يتنافس على 10,000 خطوة يوميا أو 30 دقيقة من الرياضة أو الأكتب أورز أو أكتب منت مثل ما يسمونها. في النهاية نحب نأكد على أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية عند الخروج للفعاليات الموجودة بالخارج، وأيضا إذا كان المكان زحمة الأفضل أن الواحد يتجنب الأماكن فيها الزحام. ودمتم بصحة وسعادة. تسلمين أستاذة أسماء، يعطيك ألف عافية. وطبعا أسماء ذكرت موضوع جدا مهم اللي هو تحدي دبي للياقة 30-30، مثل ما كلنا نعرف هو بدأ يوم الجمعة. شرايك آمنة بتشاركين في التحدي؟ صراحة دكتورة أنا كنت حابة أبدأ في التحدي من أمس بس بعد ما حصلت وقت، ممكن تنصحيني شو أسوي عشان أحصل هالثلاثين دقيقة من اليوم؟ طبعا فكرة الثلاثين دقيقة هي فكرة أن it's very easy, very approachable. تقدرين تختارين إذا أنت كنتي أم وعندك التزاماتك، طبعا بالليل الحين الجو وايد حلو، تقدرين تأخذي لك 30 دقيقة مشي على السريع، أو مثل ما دارج الحين الكثير يركبون الدراجات الهوائية، هاي رياضة جدا ممتعة وجدا سهلة. وبعد تقدرين آمنة الأعمال البيت أيضا تعتبر من أنواع الرياضة. بعد حتى يعني تمشاية على البحر، تمشاية في الممشى. صح، والجو حلو بعد الحين دكتورة. هي طبعا آمنة، نذكر الجميع اللي شاركونا في التحدي 30-30، وإن شاء الله كلنا يكون شهر نوفمبر بداية حياة جديدة. إن شاء الله. دكتورة نزلتي التطبيق ولا بعد؟ أنا كل سنة أشارك في هذا التحدي وسبحان الله شكلي أنا الكسول عيل. لا يبالك آمنة، أن نبدأ أنا وأنتي في التحدي مع اسمه ونلتزم كلنا على الأقل 10,000 خطوة وثلاثين دقيقة في اليوم. نعم. ودكتورة اليوم بعد عنا خبر أخير يقول أن روح الإنسان تعيش في الحقل الكهرومغناطيسي، وتوصل إلى هذا الاستنتاج بروفيسور علم الوراثة المجهرية في جامعة سوريل بريطانية. وحسب نظريته فإن الحقول الكهرومغناطيسية اللي عرفناها بفضل تخطيط كهربائي ومغناطيسي للدماغ تحمل كل المعلومات المعقولة التي ترافق أفكارنا ومشاعرنا، وتحمل الحقول الكهرومغناطيسية تلك المعلومات على شكل موجات كهرومغناطيسية اللي كان العلماء يتجاهلونها قبل. واعتقد العلماء سابقا أن تلك الموجات لا علاقة لها بالتفكير وإنها عبارة عن ظاهرة جانبية فقط، وزعموا أن نبضات التيار الكهربائي اللي تظهر خلال الأعصاب تمر فيها الأعصاب تحرض تلك الحقول الكهرومغناطيسية. أما هذا العالم فقال يعتبر أن هاي الظاهرة الجانبية تلعب دور أساسي، ونشر مقال بهذا الشأن في المجلة العلمية وسلط الضوء على اكتشاف هذا. طبعا هذا الخبر شوية يعتبر غريب من نوعه آمنة. نعم. بس نظريا هي تعتبر صحيحة، لكن فعليا ما ندري للحين، ويبالنا نبحث أكثر عن هذا الموضوع بالفعل. والحين دكتورة نطلع مع فاصل إعلاني وراجعي لكم مع برنامج صحة وسعادة.
صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم في برنامجنا صحة وسعادة، تقدم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. نذكركم أعزائي المستمعين بأرقام التواصل 6-0055-1414 أو عبر الرسائل النصية 4006. وندخل في فقرة خدمات الهيئة، واليوم بنستضيف معانا الدكتورة فاطمة عبد الكريم. مع التغيرات المناخية في المواسم، وإحنا دخلنا حين موسم الشتاء، تظهر العديد من المشكلات التنفسية وبعض الأمراض اللي من دون شك تنتشر في هذا الفصل. وبمناسبة دخولنا في هذا الفصل، يسعدنا أن تكون معانا اليوم الدكتورة فاطمة عبد الكريم، طبيب أخصائي في قسم الأمراض التنفسية في مستشفى راشد في هيئة الصحة في دبي، للحديث عن الأمراض التنفسية وطرق الوقاية منها ومجمل الخدمات اللي توفرها هيئة الصحة في دبي في أقسامها الطبية المتخصصة. مرحبا فيك دكتورة فاطمة. مرحبتين، يا هلا فيك، صباح الخير لك ولجميع المستمعين. أهلا دكتورة، صباح النور. مرحبا بك أهلا. أهلين دكتورة، ممكن تعطينا نبذة سريعة عن مجموعة الأمراض التنفسية وأنواعها ومشاكلها؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية لازم نذكر أن هناك عدد كبير من الناس يعانون من أمراض الجهاز التنفسي. فأمراض الجهاز التنفسي ابتداء من الأعلى، من صدر الرئة، من القصبة الهوائية إلى الرئتين والصدر، هي اللي يتعامل معها قسم الأمراض التنفسية في مستشفى راشد. وعادة تحتاج أمراض الجهاز التنفسي إلى رعاية شاملة مع خطة علاج ومتابعة مستمرة، بحيث إذا لا سمح الله انتكست الحالة يكون في تدخل فوري من قبل الطبيب للمريض. طبعا هناك كثير من الأمراض التنفسية، مجموعة الأمراض التنفسية كثيرة، ولكن خليني نذكر الأكثرها شيوعا خصوصا في دولة الإمارات. ابتداء من أمراض الانسداد الرئوي المزمن اللي احنا نسميه COPD، اللي له علاقة في أغلب الأحيان بالتدخين. هناك أمراض الربو المزمن سواء كانت تحسسي أو غير التحسسي. هناك أمراض الرئة المعدية سواء كانت فيروسية، فطرية أو بكتيرية. طبعا تشمل أيضا مجموعة الأمراض التنفسية مرض السل الرئوي، وكذلك اضطرابات النوم، مثل أبرزها يعني توقف التنفس أثناء النوم. نعم دكتورة، ممكن تخبرينا شو هي الطرق المثلى للوقاية من هاي الأمراض التنفسية، بما أن نحن الحين داخلين على فصل الشتاء، ومع فصل الشتاء أيضا عندنا COVID-19 هالسنة، فشو هي الطريقة المثلى للوقاية؟ طبعا هذه نقطة جدا مهمة وراح نذكرها اليوم، بما أن نحن داخلين على موسم الإنفلونزا ودائما مقترن فصل الشتاء بموسم الإنفلونزا. للأسف هالمرة في ظل جائحة الكورونا، فراح نكون مش فقط مركزين على فيروس الإنفلونزا، ولكن أيضا خطر الإصابة بفيروس COVID-19. فإذا الفيروسات بشكل عام وفيروس COVID-19 ما زال الخطر متواجد. فإذا نبغي نذكر يعني الإجراءات الاحترازية، أهمها وأعلاها طبعا هو غسل اليدين وتعقيمها بصورة مستمرة، وممارسة السلوكيات الصحيحة في لبس الكمامة بحيث أن أنا أغطي الأنف والفم بصورة صحيحة، وأتجنب طبعا الأماكن المغلقة والمزدحمة. طبعا أمراض أو خلينا نتكلم عن مرضى الأمراض المزمنة سواء كانوا التنفسية أو غيرها، سكر، ضغط وغيرها من الأمراض المزمنة، طبعا إلى جانب هذه الإجراءات الاحترازية لازم نحن نذكرهم إن هم يلتزمون بأخذ أدويتهم وبخاخاتهم، ما ينقطعون عنها. إلى جانب ذلك التطعيمات، نحن ننصح جميع مرضى الأمراض التنفسية إن هم يلتزمون بأخذ تطعيم الإنفلونزا. داخلين الحين على موسم الإنفلونزا، ومثل ما ذكرنا قبل هذه الحلقة ذكروا أن متوفر التطعيم في جميع مراكز الرعاية الأولية. نعم ودكتورة، طبعا حتى التطعيم مسهلين علينا، حتى التطعيم مجاني وموجود في جميع المراكز الصحية، فقط أن الواحد علينا ياخذ موعد ويروح يتوجه لأقرب مركز صحي من منزله. طبعا يعني دكتورة اسمحي لي بس استفسر، والمستمعين اكيد صار عندهم شوية التباس، انت تقصدين ان اي حد عنده امراض مزمنة مثل الربو سي او بي دي وغيرها
هو جدا عادي انهم يقدرون ياخذون تطعيم الانفلونزا، هذا ما راح يتعارض. ننصحهم بهالشيء اكيد طبعا، هذه نصيحه دوريه وسنويه ننصحهم باخذ تطعيم الانفلونزا، لان بالعاده اصحاب الامراض المزمنه شويه يتخوفون من اخذ اي نوع من التطعيمات. فاحنا يعني دكتوره لو تطمنينهم ان بالعكس اخذ هذا التطعيم راح يفيدهم. طبعا لان الفيروس بشكل عام يغير من نفسه سنويا، فذاتوي احنا دائما ينزل تطعيم جديد، فخصوصا اللي عندهم تحسسات يعني الربو التحسسي او غير التحسسي، الانسداد الرئوي المزمن او غيره يعني من الامراض، فاللي اعمارهم اكثر من 56 طبعا هاي كلهم يعني يكونون تحت مظله اللي هو اللي المفروض ياخذون التطعيمات. وطبعا هذا التطعيم راح يحميهم من مضاعفات الانفلونزا اللي في حالتهم اذا كان عندهم هم ربو او اي امراض مزمنه، هذه اذا هم ياهم الانفلونزا بتكون اشد عليهم. دكتوره هل هذا الكلام صحيح؟ طبعا يعني الاعراض راح تكون اقل، ما يحمي طبعا ما نقول انه شيء 100%، ولكن الاعراض راح تكون اقل، و يعني المده الزمنيه ايضا تكون اقل ان شاء الله بإذن الله. دكتورة لو شوية تخبرينا عن نوعية الخدمات اللي توفرها هيئة الصحة بدبي في أقسامها المتخصصة لعلاج الأمراض التنفسية. طبعا أكيد إلى جانب الخدمات اللي نقدمها في قسم الصدر من الأمراض كلها، هذه عندنا متواجد عندنا وحدة تعنى بالمناظير التشخيصية والتدخلية، كمان نحن نقوم بعمل خزعات وبالتالي تشخيص الأورام إذا وجدت لا سمح الله، وبالتالي إحالتها إلى قسم الأورام المتخصصة في مستشفى دبي. عندنا مختبر يعنى بوظائف الرئة متخصص، ومختبر خاص لفحص النوم كذلك. كذلك عندنا متوفر فحص النوم من البيت، إذا ما حاب المريض أنه يسوي في معمل النوم اللي موجود عندنا في المستشفى بكل سهولة يقدر يأخذ الجهاز معه البيت ويروح اليوم الثاني. دكتورة ممكن تعرفين شو فحص النوم؟ صراحة يعني شدني. طبعا هذا الشيء المرض موجود ومنتشر والكل غافل عنه. اضطرابات النوم منها اللي هو توقف التنفس أثناء النوم، يوم الواحد يعني بشكل طبيعي يعني يوم الواحد ينام ترتخي عضلات الحلقوم والبلعوم، فبالتالي يستوي انسداد في الجزء الأعلى من الرئة أو القصبة الهوائية خلينا نقول، فيستوي نفس الاختناق بالليل، وهالشيء يعني ممكن أن المريض أو اللي بجانبه يقول أن أنت مثلا شاخر أو مثلا ينقطع تنفسك في الليل، ويترتب عليها الكثير من الأمراض مثل الضغط السكر وغيرها يعني. طبعا يبغي لها هالحلقة. نعم دكتورة إن شاء الله في حلقات قادمة بنتطرق أكثر لفحص النوم. نرجع لموضوعنا اللي هو الخدمات المتخصصة اللي نقدمها لعلاج الأمراض التنفسية. نعم، فإذا مثل ما ذكرت مختبر خاص لفحص النوم عندنا في المستشفى، وكذلك متوفر الأجهزة لفحص النوم في البيت، بالتالي يقدر ياخذ المريض الجهاز معاه البيت ويعمل فحص النوم بكل سهولة ويرجع اليوم الثاني واحنا نقدر نراجع النتيجة. كذلك تقدم هيئة الصحة دبي أحدث العلاجات من أبسطها إلى العلاجات البيولوجية في حالة الربو الحاد. نعم دكتورة، يعني هذه هي مجمل الخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة في دبي في أقسامها المتخصصة لعلاج الأمراض التنفسية دكتورة؟ صحيح نعم، هذا بشكل مختصر، وإن شاء الله يعني إذا حد حاب أنه هو يتعمق أكثر إحنا موجودين في مستشفى راشد يقدرون كل سهولة أنهم يجونا. دكتورة لو شوي بس تشرحين عن خدمة المناظير، لأن الكثير يصير عندهم لبس ما بين المناظير الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي، لو شوي توضحي لهم الفرق فيما بين طبعاً هي الفكرة نفس الشيء اللي هو منظار كاميرا تدخل، ولكن اللي يختلف أن هذا يدخل في الجهاز التنفسي وهذا يدخل في الجهاز الهضمي. طبعاً هذا يكون تحت التخدير دكتورة صحيح عشان الناس يعني نعم هو يسمونه conscious sedation، فيكون يعني المريض مرتخي ونايم ولكن مش تخدير يتطلب يعني انه ينعمل في العمليات، يعني نقدر نسويه اللي هو في وحدة العلاج يوم الواحد، يعني يدخل المريض الصبح ويطلع الظهر بدون ان شاء الله اي مضاعفات. فالمنظار نقدر من خلاله ان احنا نشوف اذا لا سمح الله كان في ورم داخلي، ان احنا نشخص بعض الامراض، وكذلك نعمل خزعات في حالة لا سمح الله إذا وجدت الأورام. شكرا دكتورة، لو تعطينا نصيحة أخيرة لجميع المستمعين.
طبعا مثل ما ذكرنا إلى جانب الإجراءات الاحترازية ما ننساها، الشهر نوفمبر إن شاء الله بداية صحية وجديدة لنا جميعا، نحن نلتزم بالإجراءات الاحترازية ونمارس الرياضة، هذا أهم شيء. دكتورة نزلتي تطبيق 30-30 ولا بعد؟ إن شاء الله من بعد ما سكر من عندكم على طول، بس بديت الرياضة يعني هذا شيء ما شاء الله عليك دكتورة. دكتورة فاطمة عبد الكريم طبيب أخصائي في قسم الأمراض التنفسية في مستشفى راشد، يعطيك ألف عافية وشكرا جزيلا على وقتك الثمين معانا، معلومات جدا قيمة، وأكيد رح نستضيفك في حلقة ثانية نتكلم فيها عن السليب أبنية اللي هي التوقف عن التنفس أثناء النوم. نعم إن شاء الله، شكرا جزيلا وشكرا للجميع. نعم موضوع الدكتورة صراحة اليوم كان جدا شيق بخصوص فحص النوم. الدكتورة يعني استغربت أن حتى ممكن أنهم يسوونه في البيت حق الناس اللي يتوقفون عن التنفس أثناء النوم، وأمراض التنفسية بشكل عام الحين ترهقنا وترهق الأمهات وترهق الأهالي خاصة مع دخول فصل الشتاء. دكتورة بالضبط، طبعا وايدين ما يعرفون عن الخدمات، هذا مش يعني شيء غريب على هيئة الصحة أن توفر خدمات استثنائية كالعادة. يبالنا نستضيف الدكتورة بعد مرة في حلقة ثانية تكلمنا بالتفصيل عن هذا الشيء لأن الكثير ما يعرف عنه. نعم. طبعا احنا نعرف ان نذكر المستمعين بضرورة اخذ تطعيم الانفلونزا، ما زلنا احنا في موسم الانفلونزا، وننوههم ونذكرهم ان اللي ما اخذ التطعيم يروح ياخذ التطعيم، هو جدا امن وسهل الوصول اليه. ونذكرهم بعد ان تقدرون تاخذون مواعيد اخذ تطعيم الانفلونزا عن طريق استخدام تطبيق هيئة الصحة، وتطبيق جدا سهل وسهل جدا، ويقدر اي شخص ياخذ له موعد في الوقت اللي يناسبه في المكان اللي يناسبه ايضا. نعم بالضبط. والدكتورة التطبيق ينزل على جميع الهواتف الذكية، مجرد انهم يضغطون DHA وبيطلع لهم التطبيق ويحملونه. وطبعا كل سكان إمارة دبي والمتعاملين في هيئة الصحة في دبي المفروض يكون عندهم تطبيق الهيئة، لأنه يعني يحمل كل معلوماتهم الطبية وسهل الوصول إليه. بالضبط آمنة. مستمعينا بناخذ فاصل ونرجع لكم مع فقراتنا القادمة، بيكون مصطلح طبي ونختملها بالتغذية وفقرة المسنين. فاصل قصير وبنرجع لكم مستمعينا. صحة وسعادة، رجعنا لكم أعزائي المستمعين مع برنامجكم صحة وسعادة، ونذكركم بأرقام التواصل 6005514114 وللرسائل النصية 4006. وحلقتنا مستمرة معاكم اليوم، ومعانا اليوم المصطلح الطبي اللي بنعرفكم عليه واللي هو ضعف الرؤية. ضعف الرؤية آمنة له تصنيف دولي، يقسمون ضعف الرؤية إلى قسمين، ضعف الرؤية القريبة وضعف الرؤية عن بعد. الرؤية عن بعد أيضا يقسمونها إلى عدة أقسام، الخفيفة والمعتدلة والحادة، وطبعا في أسوأ الحالات اللي هي يعتبرونهم العمى. فيها أرقام مثل ما أنت يوم تروحين تفحصين النظر عندك يعطونك أرقام معينة، ومن خلال الأرقام اللي تشوفينها الكبيرة للصغيرة يقدرون يصنفونك أنت تقعين تحت أي مستوى. وطبعا عندنا ضعف الرؤية القريبة، هي تصير لما حدة البصر القريبة تقل عن N6 اللي هو ما تقدرين تشوفين الأحجام اللي محطوط عليها رقم 6، أو N8 على بعد 40 سنتي باستخدام. وأيضا نقدر نعالج ضعف الرؤية عن بعد وعن قرب باستخدام أدوات تصحيح البصر اللي هي لها نظارات خاصة آمنة. نظارات ضعف الرؤية عن بعد تختلف عن النظارات الرؤية عن قرب، والواحد لازم يعرف يميز بين الضعفين. وهذا هو مصطلحنا لليوم اللي هو ضعف الرؤية. ندخل لفقرة التغذية اليوم مع الأستاذة آلاء عبد الحميد. مع التقدم والتطور الذي يشهده العالم في علم الأدوية والعلاجات الحديثة، عندنا الكثير من الدعوات العلمية والطبية لترسخ قواعد الطب البديل وقواعد العودة للطبيعة ومنتجاتها من الأعشاب التي يكثر الحديث عنها بين الحين والآخر بوصفها الدواء الغير الضار كما يتردد. وبعيدا عن الجدل الدائر حول هذا الموضوع، هناك ثبوتات علمية ودراسات
أبحاث كثيرة تأكد على فوائد الأعشاب آمنة لدرجة أن الواحد يقدر ما يقدر يميز هل هذا العشب ضار أو مضار. صاير الموضوع كثير ملخبط ومتداول، وساعات الناس يسيئون استخدام هذه الأعشاب أيضا ويروجون لها أنها هي علاجات لأدوية. نستضيف اليوم أخصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة في دبي أستاذة آلاء عبد الحميد عشان نتناقش معها في موضوع اليوم اللي هو عن الأعشاب. صباح الخير أستاذة آلاء. صباح النور، صباح السعادة والسرور. صباح الخير أستاذة. أهلا أستاذة آلاء، نحن اليوم متشوقين الصراحة نسمع منك يعني الكلام اللي سر الجميع. هل الأعشاب الحين هي فكرة اللجوء لها فكرة صحيحة وأثبتت فعاليتها أم لا؟ أثبت العلاج بالأعشاب نجاح كبير مما جعل الناس يتجهون إليه، ولجأ إليه العديد نظرا لقلة تكلفته مقارنة بالأدوية الكيميائية، وتستخدم بعلاج العديد من الأمراض ولكنها لا تعالج الأمراض المستعصية والمزمنة. نستخدمها للعديد من الأمراض، بس بالنسبة للأمراض المستعصية والمزمنة مثل السرطانات والصدفية والسكري هي لا تعتبر علاج لمثل هذه الأمراض. نعم أستاذة آلاء، ممكن تقولي لنا أن الأعشاب تعالج جميع الأمراض، يعني كل الأمراض كما يعتقد البعض؟ هي لا تعالج جميع الأمراض، بالنسبة للأمراض المستعصية والمزمنة مثل السرطانات والصدفية والسكري هي لا تعتبر علاج لهذه الأمراض، هي كعامل مساعد. بالنسبة للسكري هي تعتبر كعامل مساعد يساعد على خفض سكر الدم ولكنها لا تعالج مرض السكري. نعم، مثل ما نعرف مثل ما لكل شيء فوائد له أيضا أضرار، بس إحنا اليوم نبغى نتكلم عن فوائد الأعشاب بشكل عام والنصائح والإرشادات العلمية حق الناس اللي يستخدمون الأعشاب. هلا بما إنه إحنا بدينا هلا بفصل الشتاء، ففي كثير من الأعشاب اللي بتساعدنا لعلاج أمراض الشتاء. نعم. في عنا مثلا النعناع يساعد في علاج أمراض الشتاء للتخلص من مشاكل الجهاز التنفسي مثل السعال واحتقان الأنف وطارد للبلغم. نعم. وفي عنا عشبة البردقوش تستخدم أيضا لتخفيف الزكام وألام الحلق وتقليل مشاكل الجهاز الهضمي وتقليل ضغط الدم. في عنا أيضا المرمية تستخدم لالتهابات الحلق والحنجرة واللثة وتعتبر منشطة للدورة الدموية ومفيدة ضد الاستفراغ والإسهال. يعني أستاذة آلاء كمان عشبة البابونج. بس تسمحي لي شوي بمداخلة أستاذة آلاء، يعني هاي الأعشاب كيف طريقة استخدامها؟ هل هم يشربونها مثل الشاي أو يطحنونها ويأكلونها؟ بس ممكن توضحي لهم شو أفضل طريقة لاستخدامهم؟ أفضل طريقة هي نستخدمها كشرب، غلي هاي الأعشاب وشربها. هل هي في طريقة معينة أو مدة نقع معينة لهذه الأعشاب، ولا نستعملها مثل حالها حال أي شيء ثاني؟ نستخدمها إنه ننقعها وغليها مع الماء ونشربها، يعني هي مفيدة لأمراض الشتاء تعتبر هذه الأعشاب. أوكي، قلتي إن النعناع والبرقدوش وبعد أستاذ المرمية والمرمية والبابونج. بما إنه هلا إحنا في فصل الشتاء لازم نكثر نشرب من هاي الأعشاب وغير أستاذ عشان نحمي حالنا من هذه الأمراض. أي نعم، وغيرها بعد أستاذة من الأعشاب اللي ممكن تفيدنا في موسم الشتاء؟ ممكن نستخدم الريحان، الزنجبيل ممكن يفيدنا كمان، ممتاز لمقاومة أمراض الشتاء في هذه الفترة. نعم، يعني الحين ذكرتينا مجموعة من الأعشاب ممكن تفيدنا الحين الناس اللي يسمعونا إذا كانوا سايرين البر ولا رايحين أي مكان في فصل الشتاء، يقدرون يأخذون معاهم بابونج وريحان وزنجبيل والنعناع والمرمية. نعم، كل هالأنواع تقيهم طبعا مثل ما قلتي من وفي معظمها طاردة لبعض الأمراض، فممكن تقولي لنا مثل ما هالأعشاب فوائد أيضا نعرف أن لها أضرار، ممكن حثينا بس وقتنا جدا قصير أستاذة آلاء. أوكي، هلأ إحنا لما نستخدم الأعشاب لازم نستخدمها بحذر وحرص كتير. يعني عادي أستاذة إذا إحنا خلطنا الأعشاب هاي كل اللي قلتيها في خلطة واحدة وشربناها، ولا ما يصير؟ لا ما يصير. هلأ في خلط الأعشاب ممكن أنها تكون مضرة إذا خلطناها مع بعضها البعض. أي. هذا مهم للمستمعين أن يعرفون أن ما يحطوا كل شيء مع بعض. ما بس نحط كل شيء مع بعض. وفي كمان أعشاب يمنع استخدامها من قبل فئات معينة. مثل شو أستاذة؟ في عشبة البردقوش يمنع استخدامها من قبل الحوامل والأطفال ومرضى السكري والمرضى الذين يعانون من تخثر الدم، كمان يمنع استخدامهم لعشبة البردقوش.
وفي كمان أعشاب بتتفاعل مع بالنسبة لمرضى السكري مع أدوية السكري مثل الأنسولين. فعشان هيك يجب استشارة الطبيب قبل اللجوء إلى استخدام الأعشاب، خصوصا مرضى السكري كثير بيستخدموا أعشاب، لأنه في بعض الأعشاب ممكن تؤدي إلى نقص حاد في سكر الدم. مثل شو أستاذة لو تعطينا مثال على السريع؟ هلا بالنسبة للأعشاب التي تؤدي إلى نقص حاد في سكر الدم ما عندي فكرة يعني بالضبط. معناتها بنتكلم عنها في حلقة ثانية إن شاء الله أستاذة آلاء. نتكلم عنها إن شاء الله بالحلقات الجاية. نعم دكتورة هند، مثل ما للأعشاب فوائد لها أيضا أضرار مثل ما ذكرت الدكتورة، وخاصة للي عندهم أمراض فننصحهم دائما بالاستشارة قبل استخدام أي نوع من أنواع الأعشاب. كانت معانا طبعا الأستاذة آلاء عبد الحميد أخصائي التغذية العلاجية، مشكورة ذكرت لنا عن فوائد وأضرار الأعشاب. والحين مع فقرتنا الأخيرة والفقرة اللي نحبها كلنا اللي هي الفقرة الخاصة بكبار المواطنين. اليوم عندنا نصايح نقدمها لهم للوقاية من الإنفلونزا الموسمية مع الدكتورة وفاء جمعان كرامة أخصائي أول طب كبار المواطنين بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير دكتورة. طبعا ضمن جهودها المبذولة وبشكل متواصل طوال العام لتعزيز الجانب الوقائي لدى الناس على اختلاف أعمارهم وظروفهم الصحية، تسعى هيئة الصحة بدبي حرص شديد لحماية فئات محددة لها ظروفها الصحية الخاصة آمنة، من بينهم كبار السن والمواطنين. تعمل الهيئة بجانب توفير التطعيمات اللازمة لمواجهة الإنفلونزا الموسمية على إحاطة كبار السن بالمزيد من الرعاية الصحية المستندة إلى منظومة الوقاية التي تتبنى تنفيذها. وهذا بالتحديد موضوعنا اليوم اللي راح تحدثنا عنه أخصائية طب المسنين في هيئة الصحة في دبي الدكتورة وفاء جمعان. صباح الخير دكتورة وفاء. صباح النور السرور، حياك الله. دكتورة وفاء لو تكلمينا شوي بشكل مبسط عن الإنفلونزا الموسمية وبعض أعراضها. إن شاء الله. هي إنفلونزا هي عدوى تكون أكثر شيء في فصل الشتاء، يعني نعرف أن هي عدوى فيروسية تهاجم الجهاز التنفسي وبالأخص الأنف والحلق والرئتين، وتختلف عن فيروسات الإنفلونزا اللي تقدر تصيب المعدة واللي أكثر شيء تكون في اليهال وتسبب لهم مثلا إسهال أو قيء. ومفروض الفيروس يعني فيروس بسيط، الأعراض يعني في أعراض بسيطة أو تقدر تكون حادة. من الأعراض اللي مشهورة عند الإنفلونزا هي الحمى، آلام العضلات، قشعريرة، صداع، سعال جاف، ضيق التنفس، التعب، فقدان الشهية. وفي كبار السن مرات يقدر يأثر على حركتهم ونشاطهم، نحس إن في قلة في النشاط، تغيير في المزاج أو مثلا في الوعي عندهم أساس العراء، يعني هم ما يظهرون المرض نفس الناس العاديين، فنقدر ننتبه لهالنقطة فيهم. جدا جدا جميل دكتورة، لو تخبرينا كيفية الوقاية من الإنفلونزا. طبعا أول طرق الوقاية اللي هي نتأكد أن المريض ما أخذ تطعيم الإنفلونزا السنوي بالطبع. وطبعا وهذا يتم عن طريق طبعا العيادات الخارجية، ونتأكد أن المريض فترة الشتاء بالذات أن المكان في البيت مهيئ، يكون دافي، يكون لابس الملابس اللي هي السميكة، التهوية تكون زينة في البيت، مثلا تعرض للشمس، يشرب السوائل لأنهم عادة يتعرضون للجفاف هالفترة بعد. وطبقة الجلد عند كبار السن تعتبر ضعيفة شوي، يعني الدهون اللي موجودة في الجلد عندهم أقل، فهم الناس اللي يتأثرون وايد بالبرد، فلازم طبعا نخليهم مدفين، نحاول نذكرهم دائما يشربون السوائل في الفترة إنه يمكن ينسون ما يحسون بالعطش، وياخذوا اللي يكثرون من فيتامين جيم والادويه مالتهم اللي ياخذونها على طول. ولازم طبعا الامراض المزمنه يكونوا متاكدين ومسوين الفحوصات الدوريه، وان شاء الله بهالطريقه تكون الوقايه للمرض. نعم دكتوره، شو يعني شو اللي ممكن تسويه الاسره اللي لديها كبير، يعني شخص كبير او مسن في البيت، عشان توفر له مناخ صحي وامن وحمايته في فصل الشتاء؟ مثل ما خبرتك قبل شوي، يعني مثلا نتأكد أنه في هالفترة يعني مثلا يقلل الاحتكاك بأي شخص مريض، مثلا لو في حد مريض في البيت يبتعد عنه،
نخلي المريض يسوي مثلا هالفتره نقلل من طلوعهم على اساس درجه هم ما بيتحملون درجه الحراره برا، زائد نحن عندنا الكورونا فيفضل ان المريض يكون في البيت. بس يعني يسوي ما نطلعهم شويه في الحوي عن خاطرهم ولا تحسين ان الهواء ممكن يضرهم؟ لا بالعكس، لا لا بالعكس بالعكس، اذا درجه الحراره تسمح والمريض يقدر يتحرك، لو هو لابس عدل وشي يقدر يتحرك يمارس هواياته يمشي شوي. بالعكس الهواء الطلق يعني بيستفيد منه باشياء وايد، انه تبادل الاكسجين والشمس بعد تساعد انه يقدر يمتص من خلالها فيتامين د. فبالعكس يكون المكان مهيئ، وطبعا دائما الاسره تخليه يعني حركي ونشيط، ويذكرونا دائما بشرب السوائل والاشياء الحاره والشوربه وهالاشياء، ان هالفتره هم يحتاجونها، ان هاي من اهم الاشياء اللي تقدر توقي المريض من الالتهابات. نعم. بعد نكتر دكتوره مثلا ندفيهم اذا بغينا نطلعهم في الليل، ولا ما تفضلين ان نطلعهم اصلا في فصل الشتاء؟ هو طبعا يعتمد على المسن، لو هو مثلا نحن تعرفين درجات الحراره عندنا مو يعني وايد بارده انه ما يقدر يتحملها، بس اذا نقدر يعني يلبس شيء جاكيت او مثلا يغطي ايدينا على اساس مرات يتعرضون للبرود في الاطراف، فيلبس دلاغات يلبس قفازات ويقدر يطلع لو المريض يتحمل لنا يطلع. بالعكس يعني لو الاماكن المفتوحه اللي فيها هواء طلق ها شيء وايد زين لهم. بالعكس يعني يا ام نحن ما نبغى كبار السن يزعلون منا ونقول لهم لا تطلعون، بالعكس احنا لا لا. الموسم جميل انهم يطلعون والله، نبغى نطلعهم بس يبردون بعد يعني، حتى النفسيه النفسيه تعزز من مناعه الشخص بعد دكتوره. هل هذا الكلام صحيح؟ هالكلام صحيح طبعا. انت ذكرتي التطعيم الانفلونزا، بس دكتوره لو ترجعين وتنوهين لهم وتذكرينهم ان هذا التطعيم امن حتى بالنسبه لعمرهم بالنسبه لامراضهم المزمنه، بس لو تذكرينهم بعد باهميه اخذهم لهذا التطعيم، لان الكثير يكون متخوف انا كبير في العمر انا وايد عندي امراض ليش اخذ تطعيم زياده ممكن ياثر فيني، فتذكرينهم دكتوره باهميه التطعيم. هو التطعيم الحلو فيه ان التطعيم يعني تطعيم الانفلونزا هو تقريبا كل سنه يتم تعديله واضافه مواد جديده عشان تناسب الانفلونزا، يعني الفيروس اللي قاعد يتجدد كل سنه، فنحن طبعا نراعي هالشيء ان كل سنه الفيروس التطعيم قاعد يتجدد، وهو التطعيم نفسه عباره عن مواد نعطيها وليس يعني ما نعطي الفيروس نفسه اللي يقدر ياثر على جهاز المناعه في الجسم، بالعكس هو عباره عن يعني عن مواد هي تساعد ان مثلا اول ما نعطي المريض هالتطعيم بالعكس الجسم يبدا يسوي اجسام مضاده، ويفضل نعطيهم اياه في بدايه فصل الشتاء يعني من بدايه شهر 9-10 هالفتره، ويكون سنويا، بس نراعي هالفترة أنه وين المريض بياخذ التطعيم ما عنده أي أعراض زكام أو مثلا ما عنده أي حرارة. نعم. وإن شاء الله هي التطعيم آمن وما بيسوي أي أعراض جانبية، يعني بيوقيهم إذا مثلا حتى لو إن شاء الله لا سمح الله المريض أصيب بالإنفلونزا الأعراض يمكن تكون بسيطة وما بيحس فيها، ومضاعفاتها حتى بتكون جدا بسيطة وطفيفة. المضاعفات إن مضاعفات مرض الإنفلونزا يعني تقدر توصل لالتهاب رئتين حاد، يقدر مريض لا سمح الله يطلع. إحنا ما نبي كبار السن يوصلون لهاي المرحلة، فهذا التطعيم راح يحميهم من الوصول طبعاً للمراحل الحرجة من المضاعفات المرض. نعم طبعا دكتورة، إذا عنا شخص كبير في السن في البيت وأصيب بالإنفلونزا شو نقدر نسوي له أو نساعده عشان أنه يتخطى يعني المرض بسرعة؟ طبعا هو يعني مثلا أهم شيء أن نطمن المريض أنه يعني هاي إن شاء الله زكام شيء طبيعي يصيب أي شخص، يعني إن شاء الله مثلا هو مثل ما قلت قبل أن النفسية تلعب دور، فمثلا لو إن شاء الله نصاب بزكام بيبدأ بعراض زكام نشوف مثلا في حمى نقدر نعطيه خافض للحرارة بس البارستامول، ومثلا لو عنده أي مشاكل في التنفس يحس مثلا في انسداد في الأنف أو شيء يقدر يستخدم بخاخ الملح والماء فقط، مو بالبخاخ اللي فيه مثلا مواد كيماويه تقدر تساعد على تقدر طبعا لازم ياخذون اللي طبيب اختص يعني اذا حسوا ان كبير السن شوي تعب زياده عن اللزوم، من الافضل ان ياخذونه لاقرب مركز صحي عشان يقيم حالته بعد. دكتور لو شوي تكلمينا عن مستوى الرعاية الصحية اللي توفرها هيئة الصحة لكبار السن في هيئة الصحة، لو تكلمينا شوي عن بعض الخدمات اللي توفرها هيئة الصحة لكبار المسنين في الهيئة.
الخدمات المقدمة عندنا نحن خدمة الرعاية المنزلية اللي يقدمها فريق من أطباء كبار السن، وطبعا هم يحرصون كل سنة أول ما يبدأ موسم الشتاء أن يتأكدون أن كل مريض يروحون للبيت ويعطونا تطعيم الإنفلونزا. طبعا المرضى اللي يقدرون يجون العيادات نحن يعني مرات نسوي حملات حتى في مثلا عندنا في المركز، ان مركز كبار سعادة كبار المواطنين، ان في مرضى خارجيين يجون، فنتاكد من هذين المرضى اللي يجون يتلقون علاج طبيعي او يسوون اي نشاط ثاني، ان هل نتاكد انهم خذوا التطعيم، زائد المرضى اللي هم في المستشفى كبار السن نتأكد أن كل سنة نكون طعمناهم في شهر تقريبا 10 أو 11. يعني في هذه الخدمات اللي تقدم أكثر شيء، زائد الخدمات الطبية الأخرى يعني اللي علاج الأمراض المزمنة والعلاج الطبيعي والأشياء الأخرى. طيب دكتورة، أنت ذكرت الخدمات المنزلية اللي توفرونها لكبار المسنين، هل في شروط معينة لازم الشخص يستوفيها عشان يحصل على هذه الخدمة، أو بإمكان أي حد يحصل على هذه الخدمة، وكيف يقدر يحصل عليها دكتورة؟ يعني الشروط هي بسيطة جدا، أنه يكون من مواطنين الدولة، وبعدين يكون العمر يعني 60 فما فوق. أوكي. ولو مثلا يعني الأشياء الثانية اللي يحتاجونها أنه يكون المريض يعني مثلا مو من مسن ما يقدر يروح العيادة، غير قادر يعني غير قادر أنه يروح العيادة، أو أنه لازم يحتاج مساعدة وشي، فيتواصل مع رقم هيئة الصحة وإن شاء الله هناك هم يحاولونه، يعني يقدر حد من أهله أو هم عن طريق الاتصال يأخذون موعد ويحاولونهم على الزيارات المنزلية إن شاء الله. دكتورة، لو تعطينا آخر نصيحة أخيرة تقدمينها لكبار السن وللأشخاص اللي يهتمون بكبار السن، نصيحة أخيرة دكتورة؟ أقول لهم إن شاء الله يعني يستمتعون بهالفترة، إن ما شاء الله الجو زين وما يحرمون نفسهم من أي شيء، بس يتبعون التدابير الوقائية اللي هي طبعا يفضل إن يكونوا ماخذين أدويتهم، التطعيم الدوري هذا لكل أفراد الأسرة يعني متاح، وزائد مثلا يكثروا من الأشياء السوائل والأشياء الصحية في هالفترة ويمارسون حياتهم عادي جدا. تنصحينهم يشاركون في تحدي دبي للياقة ولا ما تنصحينهم؟ أكيد اللي يقدر يشارك أكيد، ما يعني بالعكس، هذا الشيء بالعكس بيعزز من مناعتهم، وإن شاء الله هالفترة يعني بيمنعهم إن شاء الله يقيهم بالأمراض. دكتورة، أنت بعد لا تنسين أن تشتركين معنا في تحدي دبي للياقة إن شاء الله، مدام ذكرتيني إن شاء الله. دكتورة وفاء جمعان كرامة، أخصائي طب المسنين في هيئة الصحة في دبي، شاكري لك تخصيصك لها وقتك الثمين، ويعطيك ألف عافية وتسلمين. الله يعافيك وما قصرت، مشكورين. طبعا نشكر الدكتورة وفاء، وحلقتنا اليوم كانت جدا ممتعة وكانت فيها معلومات الصراحة مفيدة. بس تحدي دبي للياقة كبار السن كيف دكتورة؟ خبرينا. يعني مو كل كبار السن ما يقدرون يتحركون، آمنة ما شاء الله عليهم الحين كبارنا في السن، يمكن أنشط مني ومنك بعد آمنة. يعني أتصفين. أنا يعني أشوفهم في الممشى يعني ما شاء الله عيني عليهم باردة، نشيطين جدا، وحين بعضهم حتى يركبون الدراجات والسباحة والمشي وغيره آمنة. طبعا كبار السن الحين عنا نشيطين واتجهوا إلى اتجاه صحي. وطبعا في ختام حلقتنا نذكركم أعزائي المستمعين بضرورة لبس الكمامة للوقاية من كوفيد-19. كما نشكر لكم متابعتكم وأنقل لكم تحيات معد البرنامج الأستاذ يوسف سعد، وفي التنسيق والمتابعة الأخ أحمد سلامة، وفي الإخراج مخرجنا المبدع نمر محمد، والشكر الجزيل لإذاعة نور دبي محدثتكم آمنة آل علي، وكانت معنا أيضا زميلتي الدكتورة هند العواضي، ونتمنى لكم دائما الصحة والسعادة. دمتم بصحة وسعادة ومع السلامة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.